انتوا بتشتكوا ان الصيف السياحه قليله صح؟ بالظبط. فاحنا في الاثار والسياحه خدنا قرار هنخلي الاسعار التذاكر والمعابد في النص بالنص بالظبط شهر 6 و7 و8 كويس خالص. فتشجع الناس اللي معاش فلوس كتير انها تجيلك فانت تشتغل في الصيف ان شاء الله. فاحنا ممكن كحكومه هيجي لنا فلوس اقل شويه لان احنا رخصنا النص تمام، بس انت هتشتغل احسن وزميلك بتاع الحنطور وبتاع التاكسي احسن هيشتغل احسن وهنعمل لكم كده ان شاء الله كل سنه كل صيف هننزل لك الاسعار بتاعه الاثار فتشجع الناس تيجي بالزبط. بس يعني انت برضو ايه بالراحه عليهم في الاسعار. طب ما انت كنت نزلت يبقى انا هنزل كل واحد يمشي. برافو عليك. وانت بتحسب النفر بكام؟ طب ليه الحراج ده؟ متوسط يعني في الصيف ولا في الشتاء؟ ها؟ بكره ولا النهارده ولا امبارح؟ بعد السؤال ولا قبل السؤال؟ لا يعني يعني لو لو ساعه حسبة 300 200 كده. لو ساعه حسبة 300 200 جنيه بس ممكن مجموعه بس اهم حاجه اطلع يعني اهم حاجه اجيب مصاريف للاولاد بدل ما يعني انت بتتكلم على 5 الفر ولا 6 الفر ب 200 300 جنيه كويسه ولا ايه؟ المهم انت المهم لا انت انت هتحاسبنا على كام دلوقتي اهم حاجه هتحاسبنا على كام دلوقتي اللي يجي منك يا باشا زي العسل ده كفايه مقابلاتكم انتوا كفايه مقابلاتكم انتوا للسياح انتوا اللي بتجيبوا السياحه البلد الله يخليك وانتوا اللي بتحافظوا على السياح وانتوا اللي بتخليهم يرجعوا بلدهم يقولوا عايزين نرجع.